مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تتمة حديثه على باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفي فيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرى منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافى عمر، فسأله عن أويس فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرى منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان بي بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم.
قولوا غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم، والأمداد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنوا فيها هدي خير المرسلين.